السلام. مرحبا، شفتوا المقدمة اللي حطيت لكم إياها من مراكش الرباط الفطار تلفزيون مدائن تي في لبين ما خلصنا كل شيء بضيافة صديقي الإعلامي نوفل العواملة. أنا وعدتكم قلت لكم في فيديو حصري رح نشوف المساعدات يلي وصلت لإخواننا بفلسطين وكيف كان كيف تمت المساعدات وكيف كان هذا الشيء يلي عملوه المغاربة. راح نكون هلأ مع فيديو حصري مع الإعلامي الصديق وصديق وقريب على قلوبكم كتير نوفل العواملة. حبيب القلب يسعد أوقاتك. مساء الخير معزن، وتحية لك لمتابعيك ولكل من يشاهد أينما كان. هلأ أنا عملت مقدمة بسيطة بس لكن الكلام الأكبر والمغزى الكبير بده يكون عندك أنت، بدك تحكي لنا على رحلتكم على فلسطين الحبيبة، كيف أنت قمتوا بهي المهمة، كيف وصلت مساعدات. أنا هون دوري انتهى، دورك أنت مع الجمهور وتعرف. أنا هلأ بصير رجل صامت أو لمصغي، بدي أصغي لكلامك لأن في كواليس كتير أنا كنت بعد تواصل معك كل يوم رح تحكيهم للجمهور. شو رأيك؟ أهلا وسهلا. يلا مرحبا. يعني الحمد لله كما قلت لك ربما مرارا وتكرارا بأن زيارة فلسطين، زيارة القدس عبارة عن حلم يعني يراودني منذ زمن، وكادت أن تكتب لي هذه القصة في 2008، ولكن لسبب ما لم نذهب. كانت هناك تغطية للحرب على غزة والمستشفى العسكري الميداني أتذكر الذي أقامته المملكة المغربية في غزة، وكنا من خلالها سنعرج على رام الله والقدس، ولكن ما كتابش كما كنقولوا. فإذا بالطارق يطرق الباب ويأتينا ذلك الاتصال. أنا بهنيك فيها، بهنيك من كل قلبي. الحمد لله روحتك على فلسطين مرضي الوالدين ومن رب العالمين. الحمد لله هذه أرض مباركة والكل يتمنى أن تطأ أقدامه تلك الأرض، فكانت مهمة وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وهنا نقول بأن المملكة المغربية دائما وأبدا لها مواقف ولها أيادي بيضاء مع القضية الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني. فتعلمون علم اليقين بأن هناك مأساة إنسانية في قطاع غزة، هناك جوع وعطش، هناك أطفال يموتون من الجوع خاصة على مستوى مناطق الشمال. المملكة قامت جسر جوي عبر العريش في فترة ما، ما بعد أحداث 7 أكتوبر. اليوم كان موعد جسر جوي آخر انطلق من القاعدة الجوية 3 في مدينة القنيطرة. ذهبنا إلى القاعدة مبكرا 9 صباحا. الإقلاع كان في تمام 12:30 ليلا، يعني ما بعد منتصف الليل، 8 ساعات من الطيران عبر تلك الطائرات العسكرية. وكان الوصول، ومن ثم بدأت عملية تفريغ الطائرات ونقل المساعدات عبر البر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. لا يمكن قبل ما نوصل لهني بدك تقول لي شعورك أنت وبالطائرة لما كنت بسماء فلسطين، شو قلبك كيف شفتها من فوق؟ هو يعني
قالت لي ذات يوم مريم أمجون بأن سألتها قلت لها ماذا كان شعورك حين تم الإعلان عن فوزك بلقب تحدي القراءة العربي؟ قالت هذا إحساس يعاش ولا يوصف. تخيل معي بلاغة هذه الطفلة، وأنا سأقول كما قالت، هو إحساس يعاش ولا يوصف حين تجد نفسك في السماء. وأنا شرفت يعني ممن كانوا في تلك الطائرة بأن أكون معهم لحظة بلحظة. وتعلم هي طائرة عسكرية فيها أفراد القوات الجوية الملكية، فيها أفراد الدرك الملكي، ولكن وفيها الوفد الصحفي، ولكننا كنا عائلة بكل ما تحمل كلمة معنا. فتابعت معهم الإقلاع والهبوط، وحين أشرقت علينا الشمس وبدأنا نقترب من الأراضي الفلسطينية شعرت بأننا بكل صراحة أمام لحظة تاريخية أرخت لها، وهو فيديو ليس للنشر، ولكن كان شعور أنني أقترب من مكان مبارك، أنني أقترب من أشقاء كانوا مادة صحفية لنا كصحفيين على مدى سنوات من العمل، واليوم سأراهم، سأرى معاناتهم. اليوم يعني من رأى ليس كمن سمع، كنا نسمع الشيخ جراح ودرب الآلام وباب المغاربة وحارة المغاربة، وكنا نسمع عن غزة، عن جنوب شرق غزة، عن خان يونس، عن رفح إلى غير ذلك. فإذا بي على مرمى حجر من الجنوب الشرقي لرفح عبر معبر كرم أبو سالم بمهمة إنسانية محضة، فعرفت أنني أمام لحظة تاريخية فارقة في مساري المهني، وبأنني أعيش حلم جميل وإن كان في وقت فيه مأساة إنسانية يعيشها أهلنا هناك في غزة. إلا أنني يعني شعرت بالتفاؤل لأننا سنخفف عليهم ولو شيء بسيط من الألم الذي يعتصر قلوبهم، من الجوع الذي يعني تشكو منه بطونهم، من آلام كثيرة جدا، من العطش، من الشتات، من التهجير، من رحلوا. فهي لحظة امتزج بها الحزن بالفرح، ولكن دون أن ننسى أننا أمام مهمة إعلامية تقتضي أن ننقل الصورة، أن ننقل الخبر، أن ننقل هذا الحدث لما فيه من عمل إنساني أمر به جلالة الملك وموله من ماله الخاص، فأمر يحسب للمملكة المغربية. وعلى المستوى الشخصي تجربة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة معنا. أول شيء قلت لي أنت على نقل المساعدات، كيف وصلت المساعدات من بعد محطة الطائرات وتحولت بالشاحنات؟ تحكينا بس أنه كيف وصلت لقطاع غزة. وصلنا كجسر جوي من 4 طائرات، هبطت الطائرات، تم تنزيل الحمولة بشكل مباشر. بعد ذلك توجهنا يعني تقريبا وصلنا 24 ساعة بدون نوم وأكثر، توجهنا لمقر الإقامة على أن نعود فجرا لنقل المساعدات عبر البر عبر 9 شاحنات تزينت بالأعلام المغربية. كنا نمني النفس أن تكون الأمور سلسة، وهذا ما حدث في البداية من نقل هذه المساعدات، ولكن منعنا في البداية من أن نرافق هذه المساعدات إلى المعبر. جاءني الخبر كالصاعقة، أنا هنا لكي أنقل هذا الحدث، لأنه اختراق، لأنه كسر لحصار، لأول مرة يستقبل معبر كرم أبو سالم مساعدات عبر البر، لا يتم إنزالها جوا كما تفعل عدد من الدول التي تريد بكل صدق مساعدة أهلنا في غزة، ولكن أن تصل هذه المساعدات عبر البر وتمر إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة ويستلمها الهلال الأحمر ويوزعها بتلك السلاسة، فأمر يحسب للمملكة المغربية دون سواها. لم يقوى على صنع ذلك لا الأمريكان ولا غيرهم من القوى العالمية، ولكن الحمد لله المغرب نجح في تحقيق هذا المراد. قبل التصوير قلت لي كمان بتحب إلا كمان ولأول مرة طيران مغربي يحلق. صحيح، هذه لأول مرة طائرة عسكرية تحلق في سماء الأراضي المحتلة منذ حرب 73، حرب أكتوبر، أو تنزل حتى هناك. هذا بحد ذاته أمر غير مسبوق، ويؤكد أن هناك وزن لهذه المملكة. فقلت لك أن وزن بلدنا الغالي أيضا حين تم يعني منع المغادرة رفقة الشاحنات تكثفت الاتصالات، وبعد ذلك سمح لنا ووصلنا إلى معبر كرم أبو سالم وشاهدنا المساعدات تعبر وتوضع في المستودعات. بعد ذلك كانت منغصات أخرى على أنها لا سيتم تأجيلها، لن تحمل اليوم إلى الجهة الأخرى من المعبر
الخاصة بأهلنا في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر الفلسطيني. تكرر الضغط المغربي القوي، وهنا لابد من أن نذكر يعني مجموعة من الأجهزة على رأسها الخارجية المغربية، على رأسها ممثلي المملكة هناك، فكان مجهود كبير وكبير جدا تذللت فيه الصعاب، وشعرنا بالسعادة البالغة حين شاهدنا الشاحنات تعبر المعبر وعلى متنها أكثر من 46 طنا من المساعدات الغذائية، خاصة تلك المساعدات التي خصصت للأطفال بأوامر ملكية. وهنا أريد أن أقول بأن هناك قائد عظيم يتابع عن كثب ما يحدث للأشقاء الفلسطينيين، لا يتاجر بالشعارات والأقوال وإنما يمارس الأفعال عبر رئاسته للجنة القدس التي لها أيضا لها أيدي بيضاء داخل القدس، سنعود لها بالتأكيد مازن. ولكن الفرحة العارمة كانت حين أخبرونا أصدقائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني هناك في غزة بأن المساعدات وصلت، ثم بدأت الصور تأتينا تباعا بتوزيعها على أهلنا في القطاع. كانت سعادة بالغة لتنتهي مرحلة من مراحل هذه التغطية الأمنية من أجل تقديم المساعدة إلى قطاع غزة، إلى الساكنة هناك والذين يعانون الأمرين منذ 6 أشهر بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع. المعونات المغربية بتعليمات ملكية سامية تم إقامة جسر جوي بين المملكة المغربية من أجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني تحديدا لساكنة قطاع غزة. المساعدات الإنسانية هي عبارة عن مواد غذائية مختلفة بأنواع متنوعة ستقدم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل إغاثتهم في هذه الفترة الحرجة، خاصة أن هذه المساعدات تأتي في وقت حرج يتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، والكل يعلم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيش على واقع القطاع والذي يعني تدخله بعض الشاحنات يوميا من مساعدات إغاثة تأتي أغلبها عبر معبر رفح المصري، وأيضا مساعدات تلقى من الجو عبر مساندات تقدم من دول عربية وأيضا أجنبية. على العموم 4 طائرات حطت الرحال هنا، المساعدات كما تشاهدون معي يعني بتنسيق أكيد مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أكثر من 46 طنا من المساعدات وصلت وستقدم بحول الله إلى ساكنة قطاع غزة عبر أحد المعابر سيتم تحديده في وقت لاحق. اليوم رحلات متتالية كانت، الطائرة الأولى تقريبا وصلت بالتوقيت المحلي في تمام 7:30 هذا أول محور هو. ونذهب إلى 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 القدس بعد ذلك. جيت المحور الثاني يلي تفاجأوا فيه الجمهور كلياتهم بالبث المباشر يلي أنت عملته على قناتك على اليوتيوب بطريق حي المغاربة، والبيت المقدسي يلي مرفوع عليه الراية المغربية، يعني وكيف أنت أول واحد ردد النشيد المغربي كان معك الأكيب العمل كلياتهم. بدك تحكي لي على هذا الشعور، بدك تحكي لي كيف إجت الفكرة أنه أنت تروح على هذا الحي على هي الإطلالة لحي المغاربة وعلى البيت المقدسي يلي مرفوع فيه العلم المغربي، وكيف إجاك أنت هيك سرعة البديهة. دائما كل المغاربي يقولوا عنك نوفل الأسد المغربي، النشيد الوطني المغربي، كيف أنت أول واحد بلش فيه؟ اللي كيف صارت هي؟ أول شوف قبل ذلك لابد أن أقول يعني لمن يتابع بأن هناك جمالية لهذا المكان وسحر خاص، وأن هناك سكينة وطمأنينة تسكن قلبك وعقلك وروحك حين تناظر عيناك القدس. والله نقولها بصدق ونقولها بألم، لأن ما يعيشه أهلنا هناك في القدس أمر مؤلم، هناك تضييق، هناك أمور كثيرة جدا يعني تنغص عليهم حياتهم اليومية وتجعلهم يعني أسرى لقوة تمارس التهويد وتمارس كثير من الأشياء التي يعني على مرأى ومسمع من العالم. فطوبى لأهل هذه المنطقة ولأهلها وناسها الذين لازالوا محافظين على 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 مدينتهم على زهرة المدائن. قبل ذلك حين تم التنسيق من أجل أن نذهب إلى القدس، لأن هناك أيضا جزء آخر من المساعدات المغربية التي ستوزع في القدس من معدات طبية ومواد غذائية وألف وجبة إفطار، أكثر من 2000 قفة توزع على العائلات المقدسية التي يومية. 1000 وجبة يومية توزع و2000 وزعت على مسؤولين عن مجموعة من القرى من الأماكن هناك في القدس، وهم بدورهم سيقومون بتوزيعها على الأسر المعوزة أو الفئات الهشة. من وصلنا
العقاب اللي كدير القدس كما كنقولوا بكل صراحه، يعني كتحس برهبه المكان، كتحس بلحظات من الاطمئنان، كتحس بان السكينه والطمانينه قد دخلت الى قلبك دون استئذان. هذه كلمات عفويه اقولها بصدق. بدا احد المرافقين يخبرنا كيف ان استعصت على الاحتلال وان معبرا واحدا فقط كان يؤدي الى القدس، وبفعل فاعل فتح ذلك الطريق واحتلت هذه المدينه المقدسه. وصلنا وكلنا، يعني انا صراحه كنت مريض قبلها يعني في الفجر، كنت احكيها لا لانه هي نفس اليوم يعني، فتاخرت. انا ذهبت منفردا الى القدس مع اصدقائي وزملائي الوفد الاعلامي، الاصدقاء من القناه الاولى، قيس محسن ولا السي رشيد ولا السي يوسف البركاني ورشيد الوجدي ولا سعاد زعتراوي الزميله في قناه دوزيم وامين ومجموعه من الرفاق سبقوني الى القدس. انا لاني كنت مضيت 6 ساعات في المستشفى بسبب وعكه صحيه، يعني لحقت عليهم في العشيه ووصلت تقريبا ساعه الفطور. ف ذلك الشوق انك تشوف ولكن عندك الخدمه. عندي افطار يحضره عكرمه صبري، يحضره الاب مناف، يحضره المسؤولين عن الوقف الفلسطيني، يحضره المسؤولين عن التربيه والتعليم في فلسطين، يحضره الاسر الفلسطينيه، يحضره مقرئ ومؤذن المسجد الاقصى. وليست الاولى، هي امتداد لمبادرات متعدده في مدينه القدس. محمد رسول الله، حي على الصلاة. يحضره أشخاص يعني لهم وزنهم في القدس. القدس كانت حاضرة في تلك القاعات التي احتضنت الإفطار الجماعي التي أقامته وكالة بيت مال القدس، وربما شاهدتم التقرير واستمعتم لآرائهم وكيف يثنون على المملكة ملكا وشعبا لما يقدمونه للمسجد الأقصى، للقدس والمقدسيين، وأيضا لأهلنا في قطاع غزة. فما كانش الوقت إنك تمشي. جاءت الفترة الليلية، جاءنا صديقنا محمد الجندي وهو مقدسي مغربي، قد أعتبره محب وعاشق للمغرب، فقال: يا مغاربة، أنتم في أرضكم ولكم هنا باب وحارة، هيا. رحلنا، ترجلنا، قلت لنوثق اللحظة، ففتحت المباشر على قناتي على اليوتيوب، مشينا. أنا لا أخفيك علما، أنا كل تلك الصور ساكنة في ذهني. أنا رجل إعلام، اشتغلت على كثير من القضايا التي كانت فيها القدس، فيها فلسطين بشكل عام. فحارات المدينة القديمة كلها في ذهني يعني ساكنة. بدأت أستذكر، بدأت أستمتع، بدأت أعاين حتى نظرات المقدسيين من تجار، ممن يعبر الطريق. أشاهد وأتذكر تاريخ عريق كان لهذه المدينة ولهذه الأرض ولأهلها، في الصمود،
في المقاومة، في الثبات، في البقاء. فعشت كل هذه اللحظات إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة، قلت أريد بيت باب المغاربة. قال من هنا، عبرنا. كانت ما بعد التراويح والأسواق قد بدأت تغلق والأبواب تغلق بأوامر، يعني صحيح، ليس باب المغاربة وكل أبواب الأقصى تغلق في فترة زمنية ما على أن تفتح في اليوم الموالي. فكان الباب باب المغاربة مغلق، ولكنني استذكرت حينها كم هذا البلد عظيم، هذا البلد عظيم اعترف به القاصي والداني. فأن يمنحهم صلاح الدين باب وحارة ويسكن المغاربة ويتغير الاسم من باب النبي إلى باب المغاربة، فحق لنا أن نفتخر، حق للمغاربة أن يفتخروا. شاهدنا الباب، لا تنسى جدي كمان صلاح الدين أيوب على رأس العين. شاهدنا الباب، وبعد ذلك ذهبنا لحارة المغاربة، ومن ثم صعدنا إلى قمة عالية هناك فشاهدنا. مجرد أن محمد الجندي كيهدر غيبا العلم المغربي مرفوع خفاق كعادته يعانق عنان السماء، تلقائيا لا إراديا بدأت منبت الأحرار مشرق الأنوار. سماء القدس لحد الآن، فهو علم المغربي قدامك. منبت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملأ كل جنان ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاك لب نداه، في فمي وفي دمي هوى كترا ونار، إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. ايوه نشيد الوطني. طبعا تشوف وين قبة الصخرة؟ واه قريبة. ها هي هذيك هي واحد المغاربة، هذيك هي قبة الصخرة واحد المغاربة من هي؟ هذيك انت عندها انت في المغرب. منتدى السؤدد وحما، فردد معي رشيد والرفاق والأصدقاء وعبد الصمد، رددوا معي النشيد الوطني، وكانت لقطة فارقة وجميلة وفيها شعور جميل جدا. ونقول لك واحد الحاجة مازن، أجمل إحساس لدى الإنسان، يعني نبتعد عن القدس وعن فلسطين وعن غزة، أجمل إحساس لدى الإنسان أن يرفع راية وطنه. صحيح. لا يضاهيه جمال ولا يضاهيه كبرياء ولا يضاهيه إحساس بالرفعة ورفعة الشأن والقيمة أن ترفع راية بلادك خفاقة. فهذا المقدسي المغربي الفلسطيني المغربي الذي لازال يسكن تلك الدار في أسوار المدينة القديمة خلف أسوارها على مقربة من الأقصى ويرفع الراية المغربية، لك منا كل الاحترام والتقدير والحب والإجلال والعرفان، لأنك صامد كصمود المقدسيين، ولأنك عنوان لحب المغاربة للقدس، ولأنك نقطة وصل ما بين القدس والرباط، والقدس وطنجة، والقدس وكازا، والقدس وأقادير، والقدس ومراكش، والقدس وكل المدن المغربية عبر تلك الراية وبرمزيتها أنها خفاقة عالية بمحاذاة قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى. وهو جزء من علاقة المقدسيين بالمغرب، وجزء من علاقة الفلسطينيين بالمغرب. والله يا مازن إنهم يحبون المملكة حبا جما. للعلا سعيا نشد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. أغنية المثيلة الخضرائية صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرح يا أرض بلادي أرض سبحك حرة، صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرح يا أرض بلادي أرض سبحك حرة، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله، مسيرة أمة وشعب بولاده وبناته، شعار هاسم وحب والغادي سعداته، مسيرة أمة وشعب.
أطفال ونساء وشيوخ وكبار وكلما شاهدونا وعرفوا أننا من المملكة وأخبرونا أننا نحبكم ونجلكم ونعي ما تقدمون ولديكم أيادي بيضاء ولديكم مواقف يعني مؤرخة وستبقى للتاريخ. انتهت الحكاية مع حارة المغاربة وباب المغاربة وجاءت بعد ذلك القصة الجميلة. هذا اللي بنوصل له يلي تفاجأت فيه كل أهل المغرب ما كانوا بيعرفوا. أنا واحد من الناس يعني بعمري ما عرفت إنه والله في أكبر مركز ثقافي بالوطن العربي أو بالمنطقة كلها اللي هنيك. صحيح. وفي إله معالم وفي إله في إله أسرار كتير. من وين اجت هي الفكرة؟ مين اللي قالك عليها انه الدرب يلي مرق فيه سيدنا المسيح ومن بعد مركز ثقافي المغرب اللي هنيك؟ اريد ان اخبرك بان من يعمل مع وكالة بيت مال القدس هناك في فلسطين يعني ليسوا بموظفين عاديين، هم اناس يمكن ان تعتبرهم من المؤرخين. يعني تحية حب وتقدير واحترام للدكتور محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بإدارة وكالة بيت مال القدس، والذي يقف على كل شاردة وواردة بكل صراحة، وكان لنا نبراس ينير لنا الطريق هناك في القدس، وأنشطة الوكالة تحت إشرافه بأوامر ملكية سامية يلمسها المقدسيين في حياتهم اليومية. تحية الأستاذ أيضا إسماعيل الرملي المنسق الخاص بوكالة بيت مال القدس، والذي رافقني في الفيديو، وعبارة عن كتاب مفتوح يتحدث بلغة التاريخ وبلغة العارف بالأشياء والباحث حولها، ولا يعمل فقط بأحداث تنظمها الوكالة، بل هو منفتح على تاريخ المنطقة ككل. فكان رفيق، وأي رفيق الذي استمتعتم معي ومعه من خلال ذلك الحوار. بيت المغاربة له قصة رويناها للناس. هذا البيت الذي تنازعه كثر هي عبارة عن الزاوية النقشبندية، هؤلاء النقشبنديين الذين جاءوا من بخارى ذات يوم واستقروا في القدس، فكانت مقر للزاوية النقشبندية واشتراها مقدسي، ولكن كثرت عليه الضغوط لأن ذلك البيت في أسفله نفق يؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، فأرادوا أن يستولوا عليه، وفي خلفيته كنيسة مسيحية، ومباشرة تجد الأقصى باب الغوانمة وهو الباب الثاني للمغاربة. ليس لنا حارة وباب فقط، لنا حارة وبابين، باب الغوانمة وأيضا زقاق الغوانمة، عائلة مغربية ولازالت ساكنة هناك ولها. ولكم أيضا مكتبة ثقافية هي مكتبة الخالدية في القدس. لنا أشياء كثيرة كما قال البرغوثي في القدس: من في القدس لا أرى في القدس إلا أنت، وأنا أرى في القدس المقدسي والمغربي. وهذا هو المركز الثقافي الأكبر من حيث المراكز الثقافية الموجودة في البلاد كلها. يعني احنا في مركز مساحته 3000 متر، أولا ينتمي إلى الحجر الأم التي بنيت عليها القدس، مربوط بالحجر الأم، يحتوي نعم أيضا يحتوي على الأثار البيزنطية والرومانية. ليس هناك مركز ثقافي بهذه التوليفة، العمق التاريخي، العبق التاريخ، الحفاظ على النمط المقدسي وإضفاء الطابع المغربي، وهذا هو المغرب. لم تغيروا حتى الملامح، حفظ، تم المحافظة عليه كتراث، وبعض الإضافات والمرافق التي قدمتموها هي عبارة عن تجهيزات، عن أثاث، عن ديكور، عن صالونات مغربية، عن قاعات للبوح، عن مراكز مثلا قاعة شالة، أماكن للتكوين وتقديم يعني حصص في التواصل في التنمية الذاتية لأبناء المقدس. نعم، هذا أولا ينطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وأحد أدوار هذه اللجنة عبر ذراعها المالي والميداني وكالة بيت المرقس الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة القدس. فهذا الحفاظ على هذا المعمار، أولا للحفاظ على هذا العقار، للحفاظ على هذا المكان الشاسع، على هذا المكان الذي يحتوي عليه هذه الأثار، وإضفاء الطابع المغربي هو إضفاء لهذا التواجد التاريخي وهذا التواجد الموجود اليوم. صحيح. دعنا نقوم بجولة، هناك مرافق كثيرة سي إسماعيل، يعني منين نمشي؟ نشوفوا الحجر الأم، الساقية الحمراء، العيون عينية، الساقية الحمرانية، والواد وادي يا سيدي، الواد وادي يا سيدي، وكين الواد؟ نعم. الواد في 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 هنا تشبد صداع. هنا يعني هذا نفق
يصل إلى المسجد الأقصى. هذا النفق أولا انطلاقته ليس فقط من الأقصى، هو يربط ما بين باب الخليل إلى باب الأصباط مرورا من هذا المكان. الناس اسماعيل نواصل معك، تفضل، أنت هو المضيف ونحن الضيوف، وأنا متشوق للاقتراب من قمة هذا العقار الجميل. هذا المكان هو كنسميه احنا العليه، كنسميه العليه، ولكن هو يعني قصته بعجاله. نعطيك واحد الاضافه، دفع في هذا المكان الصغير ملايين الدولارات لانه مكان مقدس للاشقاء المسيحيين. نعم، هذا ياتي في قوس الاوكوهومو او قوس ذلك الرجل. نعم. من هذا المكان وقف الامبراطور ليرى السيد المسيح وهو يحاكم في المحكمه، وقال هذا هو الرجل. فهذا المكان يطلبه المسيحيون في زيارتهم وفي امور في مرار. نعم. هي التي ترونها في مكانها المدرسه العمريه للبنيين. نعم. هناك حكم السيد المسيح. لذا هذا المكان الذي فيه أمطار. نعم صحيح، وهو اليوم ضمن فضاءات بيت المغرب. جميل جدا. سنصعد إلى ليس نهاية القصة وإنما بداية القصة. تابعونا. سي اسماعيل وصلنا لنقطة الختام. نعم. وفيها ليس الختام، وحقيقة هي البداية. هي البداية. نحن موجودين في حقيقة في المكان الذي تجتمع فيه الأديان، كحال القدس، المسجد الأقصى المبارك ودرب الألام وهذه الكنائس المحيطة ببيت المغرب وبيت المملكة المغربية بجوار المسجد الأقصى المبارك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على موقع المملكة المغربية. هذا هو المغرب. أخي نوفل، المغرب في قلب القدس. رئيس لجنة القدس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هذه الترجمة الفعلية لعمل اللجنة والترجمة الفعلية لأثر وعمل وكالة بيت مار القدس. هذا الأثر الفعلي والتطبيق الفعلي لنداء القدس أن نكون بين أظهر هذه الكنائس مجاورين للأقصى بجانب صومعة الغوانمة. جميل جدا. وهذا هو المغرب، المغرب الذي يسكن فلسطين منذ مئات السنين. واليوم هذا الجمال، هذا البعد ما بين المملكة المغربية ومدينة الأديان السماوية يترجمه صرح ثقافي معرفي، هو المركز الثقافي المغربي هنا في القدس، وكما قلت لكم هو المركز الثقافي الوحيد داخل الأسوار. تخيلوا معي هذا التكريم والتشريف، وهذا المركز كعقار تم اقتناؤه في تسعينيات القرن الماضي، أي أن المملكة المغربية تدافع عن صمود القدس والمقدسيين، عن المعمار المقدسي منذ زمن بعيد، كانت في عهد الراحل محمد الخامس واليوم، وفي عهد الراحل حسن الثاني واليوم في عهد جلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره. بالتالي نحن أمام مسيرة ممتدة في العطاء والبذل من المملكة المغربية تجاه القدس والمقدسيين. شكرا لكم وإلى اللقاء. يعني في ماضي المدينة وحاضرها وبإذن الله في مستقبلها. فلا أريد أن أكرر ما قلته حول ذلك البيت، بيت المغاربة أو المركز الثقافي المغربي، المركز الثقافي الأول والأكبر داخل أسوار مدينة القدس، لا يضاهيه مركز آخر، فيه الثقافة المغربية حاضرة، جليج أي نعم، فيه صور تؤرخ لمراحل ومحطات تاريخية كصورة الراحل محمد الخامس، فيه أشياء كثيرة استمتعتم بها وأنا كذلك، وفي سقفه تبرز تلك المشاهد الجميلة جدا التي تجعلك في القدس بالفعل، في مدينة الأديان السماوية، تجعلك أمام ملخص للقدس، تعطيك ماهية القدس. فالحمد لله رحلة موفقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتبقى زيارة الأقصى والصلاة فيه، الصلاة بألف أمازن، من أجمل الذكريات، والدعاء لمن نحب، ودعينا مع كل من سأل. ماما، مسجد الأقصى المبارك ومعك بطولة العمر والصحة والسلامة وكل ما تتمني إن شاء الله يا رحمن يا رحيم، ولك ولأهلك وأخواتك وأخواتك وأبنائك اللي هم حنايا من أبيل نجوى وخالي أحمد وخالي خالد، إن شاء الله ربي من هذا المكان يمنحكم الخير والبركة والصحة والسلامة.
يبعد عنكم كل شر يا رحمن يا رحيم، ويتقبل منكم الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك، ويرحمكم برحمته ويظلكم بظله يوم لا ظل إلا ظله. فأمر جميل جدا، وستبقى تلك اللحظات يعني خالدة في الأذهان، ونتمنى أن نكرر الزيارة ذات يوم. دائما أنت بتقول المغرب أفعال وأقوال، في ناس بتقول أقوال وشعارات طنانة ورنانة. دعهم دعه يعمل دعه يمر. أنا وعدتكم بلقاء بتفاصيل يعني كواليس زيارة الأعلامي الصديق العزيز وأخي، أنا كبير بالعمر يعني شرفنا، لكن هو كبير بالقدر وكبير بالاسم بالأعلام، أنا بفتخر فيه وبصداقته، ونحن هلا هون بداره جينا زيارة عنده. وعدتكم بهذا اللقاء بهالتفاصيل هي، كل الحب والاحترام. آخر كلمة بتقولها؟ شكرا لك مازن، شكرا لك على الضيافة. العفو، بالعكس، شكرا لهذا البوح الذي كان فيه مجموعة من الكواليس والتفاصيل، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يفرجها على أشقائنا في فلسطين، كانوا في القدس أم في رام الله أم حتى في قطاع غزة، لأن الوضع محزن والوضع فيه مأساة إنسانية تتكرر على مرأى ومسمع من العالم المنافق، العالم الذي فيه ازدواجية المعايير، العالم الذي ظهر وجهه الحقيقي وهو يتابع أطفال يموتون جوعا وعطش. بئس القوم أنتم. السلام عليكم. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. أنت كل شيء بسمعك، الوفد المغربي كامل من أرض فلسطين الأبية. سلمي عليهم. الله يحفظكم. الله يخليك عزة. رمضان مبارك عليكم بالصحة والسلامة. قلت بالله وإن شاء الله يرزقك. يا رب. كل شيء يسلم أصلاً يا رسول الله إلى شجا سيدنا محمد الله بعاشها العليم.